يقول السائل: من أحرم وعند الميقات قطع ورقة شجرة وهو لا يعلم أنه لا يجوز، فماذا عليه؟ ما يخالف الشجرة اللي عند الميقات، هذا ما هو من الحرم، خارج الحرم، إنما يحرم قطع شجر الحرم اللي داخل الأميال، أما اللي خارج الأميال هذا من الحل، ما في بأس قطع شجر. نعم.